مرحبا بكم مشاهدينا، حلقة جديدة من واجهة الصحافة، وكل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة الأعياد الإخوة الأقباط وأيضا عيد العمال. في هذه الحلقة نتحدث عن حقوق العمال ودعم العمال وأصحاب المعاشات من خلال حزم الدعم والقرارات التي اتخذتها الدولة مؤخرا لمواجهة التضخم ومضاعفة الحد الأدنى للأجور وتوفير حياة كريمة للعامل المصري. معنا في هذه الحلقة الأستاذ هيثم زر الدين، عضو الأمانة العامة للإعلام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس المركز الإعلامي للنقابة العامة للعاملين بالبترول. برحب بيك أستاذ هيثم. بحضرتك. وأيضا معنا الدكتور عمرو حسين الكاتب والمحلل الاقتصادي. برحب بيك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. فاصل القصير مشاهدينا وبعده نبدأ حوارنا، ابقوا معنا. مرحبا بكم مرة تانية، بنبدأ حوارنا مع ضيوفنا الكرام. أستاذ هيثم، يعني بالتأكيد العامل المصري هو أساس الإنتاج في أي مجال. اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بالعامل المصري شايفه إزاي؟ برحب بحضرتك أستاذ أحمد أولا، وأحب أقدم التحية لكل عمال مصر الكرام في عيدهم. كمان بقول كل سنة وأنتم طيبين للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، وسعيد باستضافة حضرتك وإن شاء الله تكون حلقة مميزة. طبعا الحكومة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتماما شديدا بالعمالة المصرية في الفترة الأخيرة، وبالأخص بعد موجة التضخم الكبيرة اللي حصلت في مصر وغلاء الأسعار، كانت الحكومة قلبها على العامل المصري. نعم. وأصدرت حزمة من الإجراءات الاجتماعية علشان يقدر العامل المصري لمواجهة تلك الأزمة ويقدر يكون مواكب لآليات السوق الجديدة. صحيح. طيب نسمع رأيك دكتور عمرو فيما يتعلق بالقرارات اللي اتخذتها الحكومة مؤخرا لدعم العمال. في البداية كل سنة وكل مصريين بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، ويعني عايزين نأكد أن عصر الرئيس السيسي هو عصر العدالة الاجتماعية، انحاز فيه الى نبض الشارع والى الفقراء والى مجابهه الغلاء والى مواجهه الازمه الاقتصاديه العالميه، وده عن طريق حزمه القرارات اللي اخذها مؤخرا والتي طبقت من شهر مارس السابق، اللي هي رفع الحد الادنى للاجور الى 6000 جنيه وكذلك زياده المعاشات 15% ومعاشات كافه الفقراء. تمام. طيب هنروح لفاصل قصير ونشوف تقرير بيحمل مزيد من التفاصيل، وبعده عودة من جديد لاستكمال حوارنا مع ضيوفنا الكرام. يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما على اتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومساندتهم في مجابهة تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية على الاقتصاد المصري. ومن أجل ذلك أصدر الرئيس حزمة قرارات غير مسبوقة لمواجهة التضخم، من بينها قرار برفع الحد الأدنى للأجور لنحو 18 مليون عامل بالقطاع خاص إلى 6000 جنيه حفاظا على حقوق العمال ومكتسباتهم ولتوفير حياة كريمة لهم وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة. كما شملت هذه القرارات أصحاب المعاشات لحمايتهم من تبعات موجات التضخم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، حيث شملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إقرار 15% زيادة في المعاشات يستفيد منها 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024-2025. كل هذه القرارات تعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية برفع الأعباء عن المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. مرحبا بكم مرة تانية مشاهدينا، ما زلنا في هذه الحلقة نتحدث عن دعم
العمال وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي. يعني أستاذ هيثم، شايف إزاي القرارات اللي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي كقرارات اجتماعية غير مسبوقة بحزمة اجتماعية ومالية كبيرة للفئات المختلفة، أصحاب المعاشات والعاملين بشكل عام بمختلف درجات في الحكومة والقطاع الخاص أيضا، إزاي ده ساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي؟ بكل تأكيد العامل المصري بيدور على العائد المادي عشان يقدر يواكب ظروف الحياة الاقتصادية. كون إن الحكومة المصرية أوجدت تلك الحزمة الاجتماعية فده بيساهم بكل تأكيد في خلق الاستقرار المادي والاجتماعي للعامل. طبعا هي الحزمة كانت تبنت كافة طوائف العمالية وأيضا تبنت أصحاب المعاشات، ولم تنسى العمالة غير منتظمة. بالزبط. فبالنسبة لأصحاب المعاشات زيادة 15% هي كانت زيادة مناسبة جدا. وطبعا الدولة لا تبخل بأي جهد أو أي حافز مادي أو معنوي لأصحاب المعاشات، هم بناة هذه الأوطان، إحنا بنكمل مسيرتهم، فبالتالي هم بيراعوا هذه الفئة وبيسندوا معها بكل ما أوتوا من سبل. وطبعا معاش تكافل وكرامة ده بيستفيد منه جزء كبير جدا العمالة غير منتظمة، وده معناه ان الدولة عندها رؤية ان مش بس العمالة المنتظمة التابعة للحكومة او للقطاع الخاص هي اللي احنا بنحاول نساندها ونساعدها، لا احنا كمان بنشوف الفئات الاقل دخلا ومحدودة الدخل وبنراعي ذلك في ان يكون حتى في شيء بسيط مادي ومعنوي موجه اليهم يقدر يسندهم على ظروف الحياة الصعبة. اما فيما يخص القطاع الخاص والقطاع العام فهي زيادة بتبقى موجودة بشكل سنوي، لكن احنا بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل خاص هذا العام انه امر بتعجيل تلك الزيادة. ده طبعا لان احنا كنا شفنا ظروف اقتصادية طاحنة كانت مأثرة على كل طوائف وفئات الشعب المصري، كان في موجة من الغلاء، وبالتالي كان لازم ولابد ان الحكومة تتدخل علشان تقدر تساعد كافة اطياف الشعب، وكانت الحزمة دي في محلها. ويمكن يعني حتى كمان احنا كنا بنتوقع طبقا لاتفاقية صندوق النقد الدولي وطبقا للمؤشرات الاقتصادية ان هيكون في تحريك لسعر الصرف، الحزمة دي جاءت قبل تحريك سعر الصرف، وبالتالي ساهمت مع المواطن المصري انه يقدر يجابه التغيرات اللي هتحصل بعد تحريك سعر الصرف. فاحنا بنتقدم بشكر للحكومة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الفريق عبد الفتاح السيسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. نعم. اللي بنشكره دايما ان هو حاسس بالعامل المصري وحاسس بالمواطن المصري ودايما قراراته في صالح المواطن المصري. تمام. طيب دكتور عمرو، ازاي هذه القرارات او حزمة القرارات بقيمة 180 مليار جنيه ساهمت في تحقيق الامن والامان الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، خصوصا احنا في فترة الحقيقة فيها غلاء ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وده بسبب طبعا التغيرات العالمية وما يحدث الاقتصاد العالمي؟ يعني حابب أؤكد أن رفع الحد الأدنى للجوء إنجاز غير مسبوق، لأن الحد الأدنى للجوء في أكتوبر 2022 كان 3000 جنيه. نعم. الآن أصبح 6000 جنيه، والحقيقة الدولة المصرية حطت استراتيجية عامة من خلال وزارة المالية ووزارة التخطيط من سنة 2018. الاستراتيجية دي غيرت وعملت إعادة هيكلة للأجور بحيث إن هي زادت 400% وأدت بالتأكيد إلى مجابهة الغلاء ومجابهة التضخم والركود التضخمي العالمي الموجود بسبب الأزمات الموجودة سواء الحرب الروسية الأوكرانية أو بسبب الأحداث في غزة، وده يعكس متانة وقوة وصلابة الاقتصاد المصري اللي قدر يجابه الأزمة دي، على الرغم إن الأزمة دي بسبب أحداث عالمية منها إن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفايدة 11 مرة بسبب ارتفاع تضخم الانفليشن، وأدى إلى ذلك إلى انخفاض التضخم هناك 3%، وده أدى انعكس على الاقتصادات الناشئة وفي الدول النامية اللي هي الاقتصادات دي سحبت من الاستثمارات في الدول دي، فأدى بالتأكيد إلى صعوبة في وجود العملات الأجنبية. ولكن حابب أشيد كمان بقرار تحرير صرف الجنيه، لأن إحنا قدرنا كده نقضي على السوق السوداء ونقضي كمان على يعني عدم كان في المصرف الخارج بيخافوا يحولوا الفلوس لهنا، لا دلوقتي بدأنا نشوف تدفق أموال كبير وكتير من مليارات الدولارات. ده
تمام. طيب أستاذ هيثم، يعني من خلال قربك من العمال، الحقيقة بحكم منصبك في أمانة الإعلام اتحاد العام لنقابات عمال مصر، شايف إزاي هذه القرارات مردودها على العمال إزاي في هذا التوقيت اللي فيه غلاء وارتفاع في الأسعار وغيره؟ هي بالتأكيد ساعدت وساندت مع العمال في مجابهة تلك الظروف الاقتصادية الصعبة. والاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة السيد محمد جبران دائما لا يألو جهدا في التداخل في حل المشاكل ومتابعة هذه القرارات ومتابعة تنفيذ هذه القرارات. يمكن أذكر للاتحاد العام أن هو وجه مكاتبة مباشرة لمجلس النواب بينبه عليه بضرورة أخذ ما يمكن من إجراءات نحو تطبيق هذه الحزمة وضمان تطبيق هي زي الحزمة لكافة قطاعات الدولة، لأن احنا كنا بنشوف فترات سابقة ان في بعض الجهات بتطبق واخرى لا تطبق، وكان بيبقى فيه اختلاف في التطبيق. فده دور مهم جدا للمنظمات النقابية العمالية والاتحاد عمال مصر وهو المختص بهذا الشأن، ان هو يتابع تنفيذ تلك الاجراءات وتلك الحزمة، وان هو يكون متواجد وسط العمال، وان هو يضمن لهم تنفيذها بشكل كامل. فطبعا هي بكل تأكيد ساعدت عمال مصر. وحابب طبعا أأيد كلام الدكتور عمرو إن الارتفاع الحد الأدنى للأجور ده طبعا شيء محمود جدا. احنا يمكن في عهد الرئيس السيسي يمكن تامن مرة يحصل فيها رفع للحد الأدنى للأجور، وده ما شفناهوش في عهود سابقة قبل كده. ده إن دل على شيء يدل على إن الإرادة السياسية تتجه اتجاه العامل بقوة، وإن العامل ده هو أساس بناء هذا الوطن. وبالتالي إن احنا ندور على إن احنا نوجد له راحته الماديه والنفسيه، ده هينعكس بكل تاكيد على انتاجه، وهينعكس بكل تاكيد على الصناعه المصريه وعلى التنميه الشامله. فاحنا بنشكر سياده الرئيس، شكرا جزيلا. في تقدير للعمال الحقيقه. بالتاكيد بالتاكيد طبعا. طيب دكتور عمرو، يعني وانت صحفي اقتصادي، يعني علاقه هذه القرارات بالتضخم ازاي ساهمت في خفض معدل التضخم؟ بكل تأكيد القرارات دي أدت إلى زيادة القوة الشرائية لدى العمال، فأدت بالتأكيد إلى أنه يقدر يوفر احتياجاته الأساسية. كمان حابب أكد أن بدأت الأسعار تنزل، وخصوصا في السلع الغذائية، الزيوت والسمن، ده نتيجة أن الدولة أخذت إجراءات كبيرة من أجل خفض الأسعار، وده اتضح جليا في الفترة الأخيرة. وكان خفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 30% بسبب تدفق القوى الدولارية وبسبب السياسات والإجراءات اللي أخذتها الدولة المصرية من القضاء على السوق السوداء في العملات الأجنبية. كمان حابب أأكد أن القرارات دي أنصفت بعض الفئات مثل المعلمين، لأن الزيادة كانت بحد أدنى 1000 جنيه، لكن المعلمين استفادوا بشكل أكبر، تتراوح النسبة بين 1400 جنيه و1300 جنيه، ودي أكبر زيادة في تاريخ المعلمين. رئيس السيسي انحاز للفئات الأكثر احتياجا، بالذات المعلمين وأعضاء هيئة التدريس. بالضبط في الجامعات. وفي الجامعات بزيادة بدل الجودة. وتقدير لجهودهم ولدور العلم والتعليم أيضا. بالتأكيد، ودي مش أول زيادة للمعلمين. العام الماضي كان ليهم برضو زيادة للمعلمين، زيادة خاصة بزيادة الحافز الإضافي وحافز الأداء، وده أدى بالتأكيد إلى ارتفاع الأجور لدى المعلمين. تتراوح الأجور الحد الأدنى تجاوزت 6000 جنيه، وده شيء غير مسبوق في تاريخ المعلمين. أيضا كان في شرائح أخرى، يعني في القطاع الصحي، أصحاب المعاشات، العمالة غير المنتظمة، ده مهم. كان في تنوع الحقيقة في الشرائح المستهدفة. طبعا الأطباء زيادة غير مسبوقة، وبصراحة الأطباء الزيادة اليوم بدأت مع أزمة كورونا. اهتمت الدولة جدا بأجور الأطباء وزيادة الحوافز ليهم، وده ساهم كتير جدا يعني في القضاء على الأزمة اللي نتج عنها يعني أزمة كبيرة اقتصاديا في العالم. لكن مصر قدرت تتجاوز الأزمة دي، وكان كمان قدرت توفر اللقاحات، وده إنجاز كبير للدولة المصرية في ظل الأزمة اللي حصلت من أزمة كورونا بالحرب الروسية الأوكرانية. تمام. طيب أستاذ هيثم، أسمع وجهة نظرك أيضا فيما يتعلق بالتحديات اللي بتواجه العمال، بما أننا في عيد العمال أيضا، يعني إيه اللي بينقصهم علشان ينتجوا بشكل أكبر، يشعروا بالأمان الاجتماعي والاقتصادي أيضا؟ العامل المصري دايما بيدور على الحد الأدنى من الاستقرار والأمان، وده بيكون موجود في أجر عادل ومناسب، في تأمين صحي يضمن له
العلاج المناسب هو وأسرته، في الحصول على مستحقاته كاملة دون انتقاص، في الحصول على مستحقاته الإدارية كترقياته وتدرجه الوظيفي. فدايما العامل بيبص لهذه الأشياء إن هي اللي هتساعده في بناء مستقبله، وهي اللي هتكون له الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي المناسب ليه. وإحنا دورنا كاتحادات عمالية أو نقابات عمالية إن إحنا بنساعد العامل على ده، وإن إحنا بنراعي مصالح العمال ونسعى وراء حقوقهم لنوفر لهم هذا الاستقرار الأمني والوظيفي. صحيح. دكتور عمرو، ما يتعلق بعلاقة هذه القرارات بتحقيق العدالة الاجتماعية؟ طبعا القرارات دي أدت إلى يعني تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن كان في تفاوت كبير فيما مضى بين الأجور بين فئات كتير من الدولة. لا، اللي حصل من سنة 2018 إن بدأت الزيادة تتم بزيادات متساوية بين الدرجات، الدرجة الأولى، الدرجة الثانية، مدير عام، وده أدى إلى إن يكون في أجور عادلة وحس بها المواطن من خلال تلك الزيادات. كمان حابب أؤكد إن العمال لازم يكون في اهتمام خاص بهم من خلال الأمن والسلامة وتطبيق معايير الأمن والسلامة خلال رعاية صحية شاملة، وده بدأ فعلا في سياسة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل اللي هو موجود في بعض المحافظات حاليا. وكمان اللي حصل من خلال المميزات النقابية اللي حصلت من خلال النقابات اللي بتقدم من خلال النقابات، كمان يجب ان يسمح للعمال بمزيد من الابتكار، مزيد بالتعبير عن الرأي، وكذلك وجود عوامل ترفيه للعمل، لان ده هيؤدي الى تحسين الانتاج. تمام. ما يتعلق ب تحسين صورة العامل في المجتمع المصري والصورة الذهنية لقيمة العمل بشكل عام، احنا شايفين الحقيقة طبعا بسبب حروب الجيل الرابع والخامس في استهداف للشباب، في انتقاص من قيمة العمل، في سعي وراء الربح السريع والسهل وتهميش لقيمة العمل والإنتاج بشكل عام. رأيك ايه في المشكلة دي؟ ازاي ممكن نرجع احترام العمل للمجتمع المصري وبالتالي طبعا تقدير قيمة العامل؟ بكلم عن ثقافة مجتمع، ثقافة شعب مهددة من تحديات الحقيقة كتيرة جدا. يمكن حضرتك فعلا المرحلة دي فيها الجزء اللي حضرتك بتتكلم عليه، اللي هو ان انا ازاي اقدر اوصل للربح السريع وبمجهود قليل جدا. يمكن نشوف ده موجود على السوشيال ميديا بشكل واضح، بس هو ده دور كبير قوي. يعني ده عايز المجتمع باكمله يكون واقف قصاد حاجة زي كده. الجهات المعنية في الدولة يعني مثلا وزارة العمل المصرية بوجود الوزير حسن شحاتة وفريق العمل معاه، هم بيقولوا اهتمام كبير قوي بالتدريب. وده شيء جيد جدا ان احنا نوعي الشباب حديث التخرج، وان احنا نحاول خلق كوادر ونحاول نخلق ندي تدريب للشباب دولت ونشوف مهاراتهم بتتميز فين، ونقدر كمان نصدر تلك المهارات للعالم الخارجي، الدول العربية اللي حوالينا المحيطة بينا، أو سواء الدول الأوروبية اللي محتاجة العمالة المصرية. عمالة المصرية عمالة ماهرة جدا ومطلوبة في كل دول العالم، والعمل المصري الحقيقة يتميز أنه هو أمين وفي نفس الوقت بيتقن عمله وفي نفس الوقت مجتهد جدا 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 وبيبتكر. فلو قدرنا احنا كمجتمع أن احنا بكامل طاقتنا نوجه إعلامنا ونوجه مؤسساتنا نحو توعية وتثقيف الشباب المصري بأهمية العمل ومقدار العمل، بالتالي احنا هنقدر نخلق جيل متميز ينهض بهذه الدولة المصرية ويساهم في تنميتها الشاملة. تمام. طيب ما يتعلق بالتشريعات العمالية أستاذ هيثم، شايف ازاي تم يعني الاهتمام بها الفترة الأخيرة، وإيه اللي ينقص العمال أيضا من إقرار تشريعات ممكن تدعمهم بشكل أكبر؟ اللي بيحكم العمال في مصر، احنا العمال بينتموا لأكثر من قطاع مختلف، كل قطاع له قانونه اللي بيحكمه، لكن في قانون عام وسائد اللي هو قانون القطاع الخاص. ده حاليا بيجري العمل على اعداد مشروع قانون جديد يمكن تقدمت به الحكومه المصريه لمجلس النواب، وحصل ان في لجان تشاور ودرسوا الموقف، وكان اتحاد عمال مصر ممثل من ضمن الجهات اللي بتتحاور، واصحاب الاعمال بكل تاكيد كانوا موجودين عشان نضمن صدور قانون عمل جديد متوازن يضمن حق صاحب العمل ويضمن حق العامل ايضا، ولا يجور احدهم على الاخر.
لان احنا كنا بنشوف في القانون السابق ان كان القطاع الخاص العامل ممكن بين يوم وليله صاحب العمل يقول له انا مش عايزك بكره. صحيح. كان بيكتبه استماره 6 ودي كانت استماره ان هو مستقيل قبل ما يمضي العقد بتاع التشغيل بتاعه. صحيح. وبالتالي احنا بنراعي ده في القانون الجديد، واتحاد عمال مصر بشكل خاص بيضمن ذلك لعمال مصر، ان يكون حتى لو صاحب العمل حابب يستبعد العامل مش هيبقى بشكل مباشر، هيبقى من خلال يا اما المحكمه العماليه او مكتب العمل المختص، وما يقدرش صاحب العمل يفصله الا بعد الرجوع وموافقه هذه الجهات. ايضا بيضمن له المبادئ الاساسيه من العلاوات والحوافز والبدلات اللي ممكن تامن موقفه واللي يلتزم بها صاحب العمل ان هو يديها له مقابل اجره. غير ده كله وده كله ان احنا خاضعين ايضا لمؤسسات دوليه زي منظمه العمل الدوليه اللي احنا مصر بتفتخر ان هي احدى الدول الاساسيه في تلك المنظمه، واحنا ان شاء الله بنقترب من انعقاد المؤتمر السنوي للمنظمه دي. منظمه العمل الدوليه بترسل وفود من لجنه المعايير سنويا لجمهوريه مصر العربيه علشان تشوف ظروف العمال في مصر، وعشان تشوف احتياجاتهم، وعشان تشوف التشريعات والقوانين المنظمه لعملهم. عايز اقول لحضرتك لو احنا ما كناش ملتزمين بالشروط والمعايير الدوليه احنا ما كناش هنقدر نجتذب اي استثمارات لمصر. صحيح. لان المنظمه من حقها انها بتحط الدول غير ملتزمه في تشريعاتها وقوانينها واللي بتضمن حقوق عمالها انها بتحطها في حاجه اسمها القائمه القصيره، والقائمه القصيره دي بتصدر لكل دول العالم، وبالتالي بيبقى صاحب راس المال خايف انه يخش دوله في مشاكل مع عمالها. نعم. والحمد لله رب العالمين مصر دوله مستقره، واحنا باستمرار بنحوز ثقه منظمه العمل الدوليه، وبقالنا فتره يمكن اخر مره كنا موجودين في قائمه قصيره هي الفتره بتاعه ثوره 2011 والاضطرابات اللي كانت موجوده في مصر. لكن صحيح. حاليا الوضع مستقر الحمد لله. تمام. دكتور عمرو، اسمع وجهه نظرك فيما يتعلق كمان برفع حد الاعفاء الضريبي، ده ازاي مهم لزيادة الدخول خصوصاً أصحاب الدخول يعني البسيطة بشكل مباشر؟ طبعاً أحد الإنجازات في القرارات الجديدة، طبعاً كان في الإنجاز ده حصل في شهر 10/2023 برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 30,000، ودلوقتي أصبح رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 35,000. ده أدى بالتأكيد إلى زيادة الأجور وعدم كهل العامل بمزيد من الخصومات في الضرائب او في الرواتب، مما ادى الى ارتفاع الرواتب. كمان عايز اكد على الزميل هيثم لما اكد على قانون ان الدوله بتعكف حاليا على قانون عمل جديد. القانون يتضمن 267 ماده، بيتم فيه حوار مجتمع من خلال مجلس النواب، لان القانون السابق رقم 12 لعام 2003 كان في زمن معين ولم يشاهد مثلا يواكب التطورات والحداثه اللي احنا فيها من الرقمنه ومن وجود يعني اشياء متغيره كتيره، فلازم كان يتغير القانون ده، وكمان يضمن العداله الناجزه للعمال وحقوقهم، ويضمن لهم مزيد من الرفاهيه، وطبعا عدم الجور عليهم بالاقاله. يمكن الأستاذ أو الدكتور عمرو أشار إلى حاجة مهمة جدا أستاذ هيثم، وهي التحول الرقمي، وده مهم في يعني سرعة حصول العامل أو الموظف على حقوقه المادية، وضمان أنه عدم طبعا يعني ضياع أي منها، لأنه كان في دايما الفكة بتروح يروح لموظفين، القضاء طبعا على الحاجات البيروقراطية والرشاوى والكلام ده كله. ده مهم ازاي شايفه ومردوده عند العمال من خلال احتكاكك بيهم، هذا التحول الرقمي والثقافة دي بقت موجودة عند العاملين ازاي؟ بكل تأكيد فعلا الفترة الأخيرة من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا في هذا الصدد. التحول الرقمي بقى داخل في وشتى مناحي الحياة، هو موجود على مستوى العمالي، ويمكن شفنا خطوات كبيره جدا تخص العماله الغير منتظمه لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدوله، لان ده كان بيمثل عبء كبير جدا على الدوله ان في اقتصاد رسمي واقتصاد غير رسمي. ان انا اقدر اعمل قاعده بيانات لهذه العماله الغير منتظمه، واقدر ان انا اوجه لهم معاش تكافل وكرامه، واقدر ان انا ادمجهم في سوق العمل الرسمي، واقدر احصل منهم على ضرائب واوفر لهم التراخيص اللازمه، كل ده كان لازم يتبني من خلال قاعده بيانات. وشفنا ثمرة قاعدة البيانات دي كانت واضحة وظاهرة جدا، وكان ده فعل جيد جدا للحكومة المصرية، شفناه
في جائحة كورونا لما العمل كله توقف والدنيا كلها توقفت وفي ناس كان مصدر رزقها يومي. طب احنا كنا هنعرف نوصل للناس دي ازاي؟ ولا كنا هنعرف نراعيهم ازاي؟ ولا كنا هنعرف ندعمهم ازاي لولا التحول الرقمي ولولا الاخذ في الاعتبار ضروره وجود قاعده بيانات جيده تضمن وتشمل هذه الفئه علشان نقدر نساعدهم ونقدر نخليهم يجابوا هذه الجائحه. وده كان شيء جيد جدا جدا. ووزاره العمل المصريه حاليا عامله في الموقع بتاعها طريقه لان انت حتى تسجل او ممكن من خلال مكاتب العمل المنتشره على مستوى محافظات الجمهوريه تقدر تسجل. ثانيا وجود التحول الرقمي ووجود زي ما حضرتك قلت ان العمل البشري يبقى اقل بكثير ده بيمنع الفساد وده بيقضي على الفساد. وفي نفس الوقت احنا الاموال المصريه بتبقى مراقبه لانها خاضعه لجهات وبنوك والبنك المركزي وبيبقى متاح امام الجهات الرقابيه كلها الاموال المتداوله داخل الجمهوريه. فده من شانه كله تعليه شان الاقتصاد المصري وتنميته. ونقطه مهمه اخرى وايضا وهي دعم ايضا غير مباشر للعمال هو الاهتمام بالمشروعات الصغيره والمتوسطه. يعني ده ايضا بيستهدف زي ما انت بتقول عماله غير منتظمه، بيستهدف رواد الاعمال من الشباب، المراه المعيله، يعني فئات كثيره جدا الدوله بتدعمهم من خلال المشروعات الصغيره والمتوسطه. ده حقيقه وموجود فعلا على ارض الواقع. ويمكن الدوله الفتره الاخيره فعلا دعمت هذا الاتجاه بكل قوه. احنا بنشوف دول كانت ناميه واقتصادها حاليا من اقوى الاقتصادات، دوله زي الصين مثلا كان اهتمامها كله بالمشروعات الصغيره، يمكن في البيوت وفي الشوارع الناس بتعمل مصانع صغيره او بتعمل مشاريع صغيره والدوله بتدعمها ودول بيساهموا في الانتاج وبيصدروا حاليا، واصبح اقتصاد الصين من اقوى الاقتصادات. اتمنى الدوله المصريه تساهم في ده بشكل كويس. هي فعلا بدات تاخد مجموعه من الاجراءات وفي مجموعه من البنوك وفي مجموعه من الخطط انها تقدر تدي قروض للاسر الصغيره انها تقوم بهذه المشاريع. ايضا اتمنى تسهيل اجراءات الحصول على التراخيص. مش شرط ان انا ابني مصنعي في منطقه صناعيه ومش شرط، يعني انا عايز يبقى النموذج الصيني ده نموذج موجود في مصر لاني شفته ناجح. هم بيقدروا يعملوا ده من خلال في منازلهم في بيوتهم. صحيح. ويمكن في كوره في مصر بتعمل ده، يعني مثلا في قريه اسمها قريه تونس في الفيوم، هي قريه مشهوره جدا بصناعه الفخار، وكنت في زياره قريب ليها شفت مجموعه كبيره جدا من السياح متواجده هناك ومهتمين بهذا الشان وبيشتروا منتجاتهم وده من خلال منازلهم، بيعملوا ده في منازلهم وبيعرضوه في منازلهم والعملاء بيجوا لهم لحد عندهم وبيشتروا منتجاتهم. فلو نقدر نعمل ده في مصر يعني بطريقه مقننه وايضا تضمن الصحه والسلامه، لان طبعا الجيران موجودين الشروط التي تضمن عدم وجود مشكله او يحصل مشكله في المكان من خلال الهيئات المختصه، نعمل ده ونسهل على الناس الاجراءات ونوفر عليهم ان هم محتاجين يشتروا ارض ومحتاجين يبنوا مكان ومحتاجين يجيبوا ايه معدات في منزله، هنقدر نوفر عليه جزء كبير جدا من المصروفات. تمام. طيب هنروح لفاصل المعلومات مشاهدينا وعوده من جديد لاستكمال هذا الحوار. اهلا بحضراتكم مره تانية. بنرجع الحوار مع ضيوفنا الكرام وما زلنا نتحدث عن حقوق العمال ودعم بيئه العمل في مصر. دكتور عمرو، كنا بنتكلم قبل الفاصل معلوماتي عن المشروعات الصغيره والمتوسطه وليها دور طبعا في تعزيز قيمه العمل ودمج فئات كثيره في هذه المشروعات وايجاد فرص عمل ليهم. يمكن العماله غير المنتظمه ايضا من ضمن هذه الفئات. شايف اهتمام الدوله بهذه الفئه ازاي؟ الدولة أولت اهتمام كبير بالعمالة غير المنتظمة عن طريق تسجيل 258 ألف بوليس التأمين بواقع 200 ألف، ده منذ بداية عام 2022. وخلال جائحة كورونا
من شهر مارس 2020 لغاية شهر أبريل 2021 كانت بتمنح العمالة غير المنتظمة منحة شهرية منتظمة على 6 دفعات، وده إنجاز كبير للدولة المصرية في ظل أن الجائحة كان فيها إغلاق وكان فيها يعني ركود اقتصادي عالمي، لكن الدولة المصرية كمان سعت إلى رقمنة بحيث ان هي تسجل وتصنف العماله غير المنتظمه، المقاولات لوحديها، المخابز لوحديها، وده ادى الى تسجيل 335 الف عامل على مستوى الجمهوريه. كمان الدوله المصريه عملت على الرعايه الاجتماعيه للعمال غير المنتظمين من خلال سواء الاصابات اللي بتحصل ليهم او العجز الكلي او العجز الجزئي او الامراض اللي بيمروا بيها، وده قدمت لهم دعم. كمان ده أدى إلى يعني أن يكون عندنا قاعدة بيانات واضحة بالعمالة غير المنتظمة، وده يعني بسبب الرقمنة، اتجاه الرقمنة اللي اتجهت ليه الدولة المصرية، ومن خلال يعني بيأكد على ذلك اهتمام الدولة بالرقمنة افتتاح فخامة الرئيس بالعاصمة الإدارية للعقل الإلكتروني اللي هو بيضم جميع البيانات. صحيح صحيح. طيب استاذ هيثم، نتكلم عن مدى يعني مطابقه بيئه العمل المصريه لمعايير العمل الدوليه. شايف ان احنا ازاي بنقترب في مصر للامتثال لهذه المعايير؟ يمكن كنت اوردت لحضرتك ان مصر دوله مؤسسه واساسيه في منظمه العمل الدوليه، وان المنظمه ضاوبه على انها ترسل سنويا لمصر لجنه لمطابقه المعايير الدوليه ومدى تطبيق مصر المعايير الدوليه. المعايير الدولية بتلتزم في بيئة العمل زي ما حضرتك قلت، وقوانين وتشريعات المنظمة للعمل وضمان حقوق العمال، كل ده بيتم من خلال تلك اللجنة، انها بتقعد مع اطراف العمل الثلاثة، بتقعد مع الجهة الادارية وزارة العمل المصرية، بتقعد مع ممثلين العمال اتحاد عمال مصر، وبتقعد مع العمال انفسهم، بيتابعوا كل ده من خلال شروط معينة بيتم مطابقتها بالمعايير الدولية سنويا. ويمكن قلت لحضرتك ان احنا في مصر بناخد اجراءات متميزة بتخلي لجنة المعايير تقول ان مصر دولة مستقرة، وان مصر حتى لو في بعض الاتجاه لتغيير تشريع او كده، ان يعني مصر بتتقدم للمنظمة بمشروع القانون زي ما بتتقدم بيه كمان لمجلس النواب، وبتقول ان هو في طور اتخاذ الاجراءات بياخد اجراءاته من خلال مجلس النواب، من خلال اللجان المختصة، من خلال اللجنة العامة، وبالتالي بيصدق عليه من السيد رئيس الجمهورية، ثم يصبح القانون ساري ويطبق على العامل، وبيحكم العامل وصاحب العمل معا. نعم. لا، مصر عندها خطوات جيدة، مصر من الدول اللي بيشاد ليها بالبنان في المنظمة، وأيضا هناك فرع آخر المنظمة هو منظمة العمل العربية، ودي ليها مقر في مصر ومتواجد باستمرار، ليها دور رقابي أيضا على مصر وليها دور رقابي على الدول العربية، ومصر غير بعيدة عن محيطها العربي والعالمي، ودائما ما تسعى للأحدث وتطور من نفسها لمواكبة كافة الأحداث ومطابقة المعايير. نعم. ما يتعلق أيضا دكتور عمرو بالظروف والتحديات الاقتصادية اللي بيواجهها العالم، يعني إحنا الحقيقة بدأنا من كورونا مرام بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم الآن الحرب على غزة، تأثير ده كله على الاقتصاد ورفع الأسعار والقرارات الأخيرة ودورها في مواجهة مثل هذه التحديات واستقرار الاقتصاد المصري. طبعا مصر جزء من العالم، بتتأثر كأي دولة في العالم بالظروف الاقتصادية التي مرت بها العالم. العالم كله سواء في الدول المتقدمة مر بمرحلة تضخم غير مسبوقة، وذلك بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. لازم نلاحظ أن حصل تأخر لسلاسل الإمداد في الحبوب، وده أدى إلى ارتفاع المواد الغذائية وارتفاع أسعار القمح. كمان تأثرت السياحة بذلك، يعني مصر تعتمد 42% على استيراد الحبوب من روسيا وأوكرانيا، وكمان 31% من السياح بيكون من روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى التأثر القطاع السياحي بذلك. وكمان ارتفاع أسعار النفط أدى إلى ذلك، ارتفاع الشحن وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأدى إلى زيادة الانفليشن ده في العالم كله، التضخم. تمام. أستاذ هيثم، لو كلمنا عن التحديات اللي بتواجه وجود بيئة عمل آمنة في مصر حتى الآن. يعني هو مما لا شك فيه أن أي تطور بيلزمه تمويل،
وبكل تأكيد إن يعني بالنسبة للقطاع الحكومي في تطور كبير جدا. يعني أنا بنتمي لإحدى الوزارات الهامة الاقتصادية في مصر، بشوف إنها بتولي اهتمام جدا بالعامل البشري وبمدى معامل الأمان المتواجد داخل المنشآت. بيتم التطوير لمنشآت السلامة والصحة المهنية بالكامل لتدارك وجود أي حدث. بيتم تطوير الماكينات والآلات والمعدات بصفة مستمرة حتى يتم مواكبة العالم الحديث وحتى يكون أكثر أمانا لصالح العمل المصري. بيئة العمل الأمانة شيء مهم جدا، يجب على كل جهة رقابية في الدولة إنها تمارس ده على كافة جهات العمل الموجودة في مصر عشان نضمن صحة وسلامة العمال المصريين وصحة وسلامة المنشآت المصرية، وحتى لا نتكبد خسائر سواء مادية أو بشرية. تمام. ما يتعلق أيضا بدعم الاقتصاد الوطني من خلال هذه القرارات، يعني بالتأكيد القرارات بدعم العمال أكيد بتصب في القطاعات الاقتصادية المختلفة. طبعا القرارات دي بتأكد متانة قوة الاقتصاد المصري اللي ارتفع الناتج المحلي بتاعه خلال السنوات الماضية بسبب زيادة الاستثمارات، ومصر تاني دولة في الشرق الأوسط جاذبة للاستثمار، كمان زيادة الصادرات وخاصة في مجال الطاقة بعد اكتشافات الغاز وحقل زهر. كمان العمل الدولة المصرية تطمح أن يكون مستوى الصادرات يصل إلى 100 مليار دولار، وبتحقق ذلك من خلال العمل الدؤوب في الوقت الحالي ومن خلال زيادة الاهتمام بالإنتاج الزراعي ومن خلال زراعة 1.5 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع توشكا ومشروع العوينات. كل ده أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي. صحيح. كمان مصر في طريق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية والعمل على ذلك. الإجراءات مصر بتاخدها من خلال الاستثمارات اللي جاتت مصر في الفترة الأخيرة، مشروع رأس الحكمة وتدفق المالي أكثر من 35 مليار دولار، ده أدى إلى أن الاقتصاد المصري استعيد عافيته ويواجه التضخم، وده مما أثر على حياة المواطن يوفر له حياة كريمة من خلال المشاريع كمان اللي قدمت للمواطن في مشروع حياة كريمة. 57 مليون مواطن استفادوا من المشروع ده، قدمت لهم خدمات غير مسبوقة من صرف صحي وغاز ومستشفيات ومدارس، وده ما كانش موجود قبل كده وانعكس على حياة المواطن. نعم. تعليقك أستاذ هيثم على ما ذكره الدكتور عمرو من نقطة حياة كريمة، يعني المبادرة الحقيقة بتستهدف فئات كثيرة جدا من ضمنها يمكن العمالة غير المنتظمة والعمال بشكل عام، يعني شايف أهمية المبادرة دي؟ أنا حابب أشكر طبعا الدولة المصرية، حابب أشكر فخامة الرئيس لأن ده أعظم مشروع اتعمل في تاريخ جمهورية مصر العربية. حقب كثيرة جدا ما كانش حد بيبص على القرى والأرياف، كان كل تركيز الدولة المصرية على المدن المصرية الكبرى، وده شيء كان بيحزننا جدا أهلنا وإخواتنا واحنا انتماءاتنا وجذورنا لتلك الارياف انها طبعاً كانت ما فيش البيئه المناسبه للعيشه. فطبعا كون السيد الرئيس وكون الدوله المصريه تبص ل 60% من المواطنين المصريين وهي القرى والنجوع والارياف والمراكز، وان يكون في صرف صحي زي ما قال الدكتور عمرو، ويكون في مستشفيات ويكون في مدارس ويكون في اقسام شرطه، يعني اقل الخدمات التي تضمن حياه كريمه للمواطنين. طبعا كل ده بالتأكيد كان بأيادي العمال المصريين، وده سبب انتعاشة كبيرة للاقتصاد المصري، ان في جزء كبير من العمالة غير منتظمة اللي احنا كنا بنتكلم عليها ان احنا عايزين نضمن ليها تأمين كافي واجر كافي، كل دول انخرطوا داخل هذه المشاريع وبالاخص منها مشاريع المقاولات، ان هم استحوذت على جزء كبير جدا من تلك العمالة. وايضا المدن الجديدة زي العاصمة الادارية ايضا كان ليها دور في مساهمة مع تلك العمالة ان هم يلاقوا فرص عمل، وما زالت الدولة المصرية بتكمل في مشروعها هو على مدار 3 مراحل، وهي مصرة حتى برغم الظروف الاقتصادية اللي مرينا بيها ان احنا نكفل حياة كريمة لاخواتنا واهلنا المصريين، وهنكمل في المشوار ده علشان ده مفيد لمصر عامة في رؤية كافة دول العالم ان احنا بنبتعد عن الجهل وعن الفقر وبنوفر حياة كريمة لمواطنينا ونوفر أساسيات الحياة اللي بتلتزم بها كل دولة أنها توفرها لمواطنينها. فأنا بشكر مرة أخرى حكومة المصرية على هذا المشروع العظيم.
تمام. ما يتعلق بقى بنقطة الاستثمار اللي كلم عليها دكتور عمرو أيضا، يعني دي الحقيقة مهمة جدا لأنه بتفتح مجال عمل جديد وفرص عمل للشباب للعمال بشكل عام، لكن في المقابل لازم يكون في تدريب لمواكبة سوق العمل. شايف إزاي ده موجود؟ المعادلة دي متحققة إزاي في مصر؟ الاهتمام بالتدريب حاليا متواجد ومتواجد بقوة. ذكرت حضرتك قبل كده وزارة العمل المصرية بدأت من خلال مراكز تدريبها أنها تستوعب شباب الخريجين لتدريبهم. كمان بدأت تعمل تعاقدات مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تمتلك مراكز للتدريب أنها تستحوذ على تلك المراكز لتوجيهها لصالح تدريب الشباب المصري لتأهيل شاب يحمل القدرات والمهارات اللازمة واللغات اللازمة للتعامل مع الدول المختلفة وسد الفجوة. أيضا اجتذاب الاستثمارات من خلال وزارة العمل المصرية أو من خلال الجهات الحكومية ده موجود وإحنا بنسعى لده دائما. زي ما حضرتك شفت المشروعات الأخيرة للدولة، مشروعات البنية الأساسية بالأخص، كانت كلها بتتعمل ورايحة في الاتجاه دوت علشان خاطر جذب المستثمرين. احنا في عصر حاليا دلوقتي المستثمر قبل ما يخش اي دولة بيسأل الطريق اللي هتمشي عليه، وسيلة النقل اللي انا هتحرك بيها، الوقت اللي انا هستهلكه، الفلوس اللي انا هدفعها. بالتالي تطوير الطرق وتطوير المواني ودعم البنية الاساسية للاراضي الجديدة، ده انا بدي المستثمر المكان على طبق من فضة عشان اوفر له سبل الراحة. كمان الاجراءات اللي خدتها هيئه الاستثمار مؤخرا، الشباك الواحد، ان انا اقدر اخلي ان انت تطلع رخصتك في يوم واحد وتنهي اجراءات شركتك في يوم واحد، ده كله حاجات كنا بنحلم بيها في السابق هي حاليا بتتحقق على ارض الواقع، وده هيؤدي الى مزيد من جلب الاستثمارات ورجال الاعمال. ويمكن شفنا مؤخرا مشروع راس الحكمه وتدخل صندوق ابو ظبي ومشاركه الدوله المصريه في هذا المشروع، مشروع ضخم جدا يمكن بيتكلموا في فتره عمل هتقعد ل 15 و20 سنه قادمه، يضمن فرص عمل ل 15 و20 سنه قادمه وتحريك للاموال وتحريك الاقتصاد المصري لفتره طويله جدا. ده شيء هايل، واتمنى يبقى في مشاريع اخرى على نفس المنوال لانها مفيد جدا للدوله المصريه. تمام. دكتور عمرو، شايف قطاع الصناعه باعتبار احنا بنتكلم عن العمال، وقطاع الصناعه المفترض ان هو القطاع الرائد اللي بيقود أي دولة وبيقضي على أزمة زي أزمة الدولار وغيره، لأنه طبعا مرتبط بالتصدير وجذب عملات صعبة وغيره والاستثمار أيضا. مهم إن احنا نواجه التحديات قطاع الصناعة إزاي، وخصوصا بقى التحديات بيئة العمل في هذا القطاع. طبعا الدولة المصرية أولت اهتمام خاص بقطاع الصناعة من خلال مشروع ابدأ اللي هو بدأ من عامين، والمشروع ده طموح جدا وبيهدف الى الوصول بالصناعه لمعدلات انتاج عاليه تحقق مزيد من الدخل للناتج القومي المصري. وكمان حابب اكد ان مصر حاليا بدات تولي اهتمامات خاصه في قطاع الصناعه، مثل احنا شفنا مثلا في الايام السابقه انتاج مصر لشركه بيراميدز للكاوتش، وده الاطارات السيارات، وده شيء يعني انجاز جديد في طريق التحول الى الصناعه والانتاج الصناعي. المنتج المحلي بيقضي دائما على الاستيراد من الخارج. مصر مشكله الاقتصاد اللي احنا بنقع فيها ان احنا نستورد 80% من احتياجاتنا من الخارج، لكن اتجاه ناحيه الصناعه هيقلل من الاستيراد من الخارج، هيقلل من الضغط على العمله الصعبه، هيقلل من التضخم اللي احنا بنشوفه ده، وهيؤدي الى توفير مزيد من فرص العمل من خلال افتتاح المصانع الجديده مثل مدينه بدر المزمع عملها الجديده والمدن الصناعيه الموجوده في كل محافظات مصر. تمام. بشكركم شكرا جزيلا ضيوفي الكرام، دكتور عمرو حسين الكاتب المحلل الاقتصادي شكرا جزيلا، اشكرك استاذ هيثم زاهر الدين عضو امانه الاعلام اتحاد العام لنقابات عمال مصر شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا مشاهدينا الكرام، انتهت حلقتنا من وجه الصحافه، بشكركم على حسن المتابعه، الى لقاء الاسبوع المقبل ان شاء الله.